أم حسن من العراق تسأل تقول هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية؟ أم حسن بارك الله فيك، بالنسبة للجمع بين النذر والأضحية غير مشروع، وذلك لأن كل عبادة لها سببها الخاص بها، فالأضحية سببها عيد الأضحى، والنذر سببه النذر الذي نذرته المرأة أو نذره الرجل، فلا يجوز أن تتداخل، أن يدخل الإنسان بين هاتين العبادتين بفعل واحد، لا ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. النذر على ما هو عليه والأضحية على ما هي عليها. يعني إنسان نذر أن يذبح لله خروفا أو ذبيحة مثلا لأمر معين، ثم جاء عيد الأضحى فقال خليني يعني أذبح النذر ويكفي عن الأضحية، لا ما يصلح، خاصة من يذهب إلى وجوب الأضحية، من يرى أن الأضحية واجبة يرى بأنهما عبادتان واجبتان لكل واحد منهما سببه الخاص. وكذلك من يذهب إلى سنية الأضحية يقول بأن هاتين العبادتين ما تتداخلان، ما يتداخلان لاختلاف السبب، ولذلك لا تفعلي هذا بارك الله فيك. وإذا قلت أنا والله ما عندي قدرة إلا على شاة واحدة، اذبح النذر، لأن النذر عبادة أوجبتيها على نفسك ولم تجب عليك بأصل الشرع. وأما الأضحية فجمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، والقول الثاني بأنها واجبة، ولذلك يعني المسألة أهون في مسألة الأضحية، أما النذر فلا لاشتغال ذمتك بالنذر.